كتبتم في هذه في بيان حول التغذية الراجعة، نعم نعم، أستاذ. في مثل هذا. طيب إذا خلاص انتهينا من نماذج التدريس. والآن وأهم شيء كذلك في هذا الكتاب هو الفصل العاشر. الفصل العاشر وهو القياس والتقويم في العملية التدريسية. نعم، وسنتعلم مفهوم القياس ومفهوم التقويم وأنواع التقويم وآدي القياس والتقويم ومفهوم الاختبار التحصيلي، اختبارات تزويد بإجابة، واختبارات تعرف على إجابة، وخطوات بناء الاختبار التحصيلي، والأخير مواصفات الاختبار الجيد، ومن ثم الخلاصة. طيب أي واحد منكم يعرض الكتاب حتى نقرأ سويا عبر الشاشة؟ نعم، فهذا الفصل كذلك يعني في ناحية الأهداف التعليمية يهدف إلى شرح مفهوم القياس والتقويم التربوي، والتعرف على أنواع القياس والتقويم، وتحديد مفهوم الاختبار التحصيلي وأشكاله المختلفة، التمييز بين أشكال الاختبارات التحصيلية المتعددة وتحديد مزاياها المختلفة، خامسا توضيح خطوات بناء الاختبار التحصيلي، والأخير تحديد مواصفات الاختبار التحصيلي الجيد. طيب من يعرض الكتاب المقرر؟ تفضل. نعم سأل. وتاني الأهداف التعليمية المقدمة. يعد القياس والتقويم أحد الجوانب الرئيسية في عملية التدريس، إذ يتم من خلالها الحكم من خلال يتم الحكم على الحكم على مدى تحقيق نتائج التعلم لدى المتعلمين، ومدى فعالية أساليب وإجراءات التدريس المستخدمة. أنستاسي، نعم، أين العرض؟ من يأتي بالعرض؟ أي صفحة؟ صفحة 327، 327، لكن أعرض على الشاشة، أعرض على الشاشة، لأن المشكلة في حاسبي إذا قمت بعرض يعني يسوي مشكلة. أعرض، أعرض على الشاشة. نعم، هذه. فمن خلال، نعم، تفضل واحد يقرأ أولا. يوجد واحد، يوجد أنا واحد، أستاذ سأقرأ أستاذ. تفضل تفضل. يلا غاز غاز يلا يعد
القياس هو أحد الجوانب الرئيسية في علمية ماذا هذا؟ علمية التدريس. إذ من خلالهما الحكم على مدى حقيقي نتاجات التعلم لدى المتعلمين ومدى فعالية أساليب وإجراءات التدريس المستخدمة. بيانات ومعلومات كمية تمكن من إصدار الحكام على نجاح عملية التدريس في تحقيقها. والأهداف المرجوة، وهذا وبالتالي يعينهم في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بجراءة التدريس وأساليبه وطرائقه من جهة، والحكم على مستويات المتعلمين من جهة أخرى. وبهذا فمثل هذه العملية تعد من الوسائل الأهم في تطوير وتعديل الكثير من الإجراءات يهدف فعالية عملية التعليم والتعليم والتحسين. إذن قرأت المقدمة في القياس والتقويم. طيب سنفهم أكثر، يعني قليلا قليلا سنعرف إن شاء الله الفارق بين القياس والتقويم، ومن ما يسبقها، القياس أولا أو التقويم أولا. طيب الآن نقرأ مفهوم القياس. ميشيرمن. القياس بمفهومه العام يعني إعطاء مقادير كمية لخصائص الأشياء في ضوء معايير معينة. هنا انظر هنا، يعني ماذا؟ القياس بمفهومه العام، إن هناك مفهوم بمفهوم العام ومفهوم الخاص، يعني إعطاء مقادير كمية لخصائص الأشياء في ضوء معايير معينة. يعني هذا سنقول، فعندما نقول أن طول الطاولة 50 سنتيمتر، فإن هذا المقدار الكمي أعطي لخاصية من خواص الطاولة وهي الطول. إذا طول الطاولة 50 سنتيمتر، نعم، هذا إعطاء مقادير كمية لخصائص الأشياء. هذه خلاص إلى هنا. ثم في ضوء معايير معينة، كما أن هذا المقادير الكم 50 أعطى وفق معايير معينة تتمثل في استخدام أداة القياس المناسبة، وهي ماذا؟ المتر. المتر، نعم المتر. إذا ماذا؟ الطاولة لم يكن مترا، فقط 50، يعني 50 سنتيمتر. وبالتالي فإن المقادير الكمية التي تعطى لخصائص الأشياء تختلف باختلاف الخاصية موضع القياس وأداة القياس المستخدمة. العودة 1993. إذن هذا القياس بمفهومي الآن. نأتي بعد ذلك القياس التربوي. إذن القياس التربوي،
طيب إذا يعني طلب منك الجواب مثلا، ما الفرق بين القياس العام بمفهوم العام والقياس التربوي؟ وتعطي الإجابة في مفهوم القياس العام هذا، يعني تذكر متر، 50 متر، سنتيمتر وكذا، وخاصية معينة ستعرف يعني هي المفروض المطلوب يعني. طيب، أما القياس التربوي فإنه يعنى بتحقق الكم من مدى اكتساب المتعلم للخبرات. نعم، إذا مدى اكتساب يعني، وهذا مدى طبعا يعني طول، كذلك طول يعني كيفية ومدة وكذا للخبرات ونتاجات التعلم وامتلاكه لخصائص أو صفات معينة، إضافة إلى التحقق من مدى فعالية الأساليب والاستراتيجيات التعليمية المستخدمة من خلال درجات أو العلامات التي تعكس أداء المتعلم على واحدة أو أكثر من أدوات القياس المستخدمة، ولا سيما الاختبارات التحصيلية. يعني ماذا؟ إعطاء درجات والعلامات، هذا سيدل على ماذا؟ على مدى أداء المتعلم يعني في الحصول على الخبرات ونتائج التعلم. فالقياس التربوي هنا يزودنا بمعلومات كمية عن مدى امتلاك المتعلمين لسمة معينة، يعني التحصيل مثلا بدلالة درجات أو الرتب التي تقيسها اختبارات تحصيل المختلفة. فمثلا هناك درجات يعني من 60 مثلا في درجات النجاح، يعني 60 مثلا، نجاح عادي مقبول يعني 60، وثم 70، و70 وما فوق يعني جيد، ثم بعد ذلك ثمان يعني درجة 80 إلى 90 مثلا جيد جدا، وبعد ذلك من 90، نعم، إلى ما قبل 90 طبعا، ثم 90 إلى 100 الممتاز. وهناك يعني درجة كذلك على المستوى يعني درجة الشرف، درجة الشرف الأول أو درجة الشرف الأولى، إذا يعني ماذا وصفنا الدرجة. نعم، فهذا نسميه درجات يعني في الأرقام. أما الرتب فرتب يعني تتمثل في تقدير، مثلا كم تقديرك في علم النحو مثلا؟ 190، هذا تقدير. طيب، ماذا مما يساعد المعلمين على إصدار الأحكام واتخاذ القرارات المناسبة بشأن عملية التعلم والتعليم الصفي؟ إصدار الأحكام يعني اتخاذ القرارات بعد التقويم طبعا، سنعطي درجات، سنعطي درجات. هذا مفهوم القياس. مفهوم التقويم evaluation، التقويم بمفهومه العام، يوجد مفهوم العام كذلك في التقويم، يعني إصدار الأحكام، إصدار أحكام على الأشياء من أجل اتخاذ قرارات بشأنها. نعم. أما التقويم التربوي المتعلق بعملية التعلم والتعليم الصفي فيعرف أو يعرف على أنه عملية منظمة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها بهدف ماذا؟
تحديد مدى تحقق نتاجات التعلم لدى المتعلمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك. نعم، يعني نتاج التعلم مثلا تعلم يعني حدوث تغيرات في المتعلمين، يعني مثلا في الجوانب كثيرة، ويمكن يعني للمعلم أن يصدر قرار مثلا يعني ماذا نجاحه في هذه المادة أكثر من 90% مثلا. طيب، وتعتمد عملية التقويم على عملية القياس. نعم، انظر هنا، إذا أين الذي تقدم؟ أين السابق؟ التقويم أو القياس؟ القياس نعم، القياس أولا، يعني نضع يعني مثل ما آنفا، يعني طاولة طول، يعني درجات النجاح، درجة الفشل، درجة كذا كام، نضع أولا، وهذا يكون في الأحكام، يعني في القرارات، ليس مجرد فقط يعني الكلام، لابد من كتابتها في اللوحة، أو في قرارات الجامعة. نعم، إذن نحن نقوم بالقياس أولا، نقيس أولا ثم نقيم. لكن هذا سهل أو صعب؟ إذ يصعب الحكم على مدى تحقيق الأهداف التدريسية وفعالية الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة في عملية التعليم ما لم يتم ترجمة أداء المتعلمين، يعني على نحو كمي، مثلا بالدرجات أو بالعلامات التي يحصلون عليها. يعني لا توجد هذه الأشياء وكذا عشوائيا على حسب يعني عادة معروفة مثلا بدون كتابة، لا لا، خطأ، لابد من إصدار يعني هذه الأحكام. طيب، كم من هذه الدرجات أو العلامات تكون عظيمة النفع ما لم يتم تفسيرها أو مقارنتها وفقا لأسس معينة حتى يتسنى للمعلم إصدار الأحكام على أداء الطلاب واتخاذ القرارات المناسبة؟ يعني التقويم يعني هكذا فلواسي، يعني معروف خلاص، نكون بقى مع قراءة يعني هذا المقرر إن شاء الله سيكون واضحا أكثر. يعني وتعتمد أحكام المعلم أو القرارات التي يتخذها بشأن تعلم الطلاب على نوعية المقارنات التي يجريها. نعم، بهذه المقارنات، يعني مثلا إذا كان قلنا الناجح كذا فقط، ناجح عادي كذا، ناجح مرتفع كذا، يعني يوجد مقارنات، فقد يلجأ إلى مقارنة أداء المتعلم بأداء المجموعة التي ينتمي إليها المتعلم، أو مقارنة هذا الأداء بمحك أو بقياس أو معيار سواء، يعني محك أو معيار يعني مناسب، يعني ماذا كلمة مترادفة محدد مسبقا. نعم، أنواع التقويم. نعم، التقويم، هناك التقويم التقويني formative evaluation والتقويم الختامي summative evaluation. طيب، ما يلجأ المعلم عادة إلى نوعين من التقويم في عملية التعلم والتعليم الصفي، وهما التقويم التكويني formative evaluation، ويسمى أحيانا بالتقويم البنائي، ويتم أثناء سير عملية التدريس، في أثناء ليس بالبداية جدا، لكن أثناء السير أو تنفيذ البرنامج التعليمي، بهدف الحكم على مدى فاعلية نجاح عملية التدريس أو البرنامج. فهذا النوع من التقويم يعطي تغذية راجعة للمعلم لمعرفة الصعوبات
أو الأخطاء ونقاط الضعف في عملية التدريس بهدف معالجتها قبل المضي إلى مراحل متقدمة. نعم، إذا يعني في أثناء يعني أثناء الدرس مثلا، ما تبين كذلك في مثل المشاركة مثلا، المشاركة هو من خلال أسئلة، الإجابة على الأسئلة وكذا. فالمعلم ماذا يجد، يعني ماذا يجد، ماذا تغذية راجعة له من متعلميه، من متعلميه. مثلا ماذا يصعب يعني على هذا الطالب من حيث مثلا فهم المادة أو يعني قراءة المادة أو كذا، وما هي الأخطاء في طريقة تعلمه، طريقة تحصيل العلم. نعم، ونقاط الضعف، يعني عرف نقاط الضعف في طالب من الطلاب مثلا فيصححها بهدف ماذا؟ معالجة قبل المضي، قبل الاستمرار في مراحل متقدمة. إذن بعد ذلك يكون يعني السلوك يعني ثابت ويستمر على صحة المسير. نعم، ثانيا التقويم الختامي summative evaluation، ويتم هذا النوع في نهاية تنفيذ البرنامج. نعم، في نهايته أو عملية التدريس لموضوع دراسي واحد أو وحدة أو دراسية، وحدة دراسية أو وحدة أو نعم لماذا أو وحدة دراسية مثلا معينة أو سنة دراسية. نعم، وحدة أو دراسية معينة أو سنة دراسية ماذا، بهدف الحكم على مدى نجاح هذا البرنامج أو مدى تحقق الأهداف النهائية المتوخاة يعني المنشودة أو المطلوبة من عملية التدريس لدى المتعلمين. نعم، هذه التقويم الختامي يعني عبارة عن إجراء ماذا؟ الامتحانات. نعم، طيب، إذا هناك تقويم تكويني والتقويم الختامي. نمضي إلى أدوات القياس. أدوات القياس والتقويم، وتتمثل في الأدوات والوسائل المستخدمة لجمع البيانات أو المعلومات المناسبة حول خصائص الأشياء. وبشكل عام فإنها تشمل أدوات الملاحظة المباشرة والاختبارات والاستبيانات وقوائم التقدير وغيرها. يعني هذه من هنا يعني أدوات نجد في الملاحظة المباشرة والاختبارات والاستبيانات. إذا كان المعلم مثلا يوزي الاستبيانات على طلابه، وأيضا قوائم التقدير وغيرها. وتعد الاختبارات التحصيلية من أكثر الوسائل المستخدمة في عملية التعلم والتعليم الصفي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للحكم على تعلم المتعلمين هذا. ويمكن أن تستخدم استخبارات تحصيل إضافة إلى قياس تحقق الأهداف التعليمية في الأغراض التالية. نعم، جت يعني كم؟ 4. أربعة يعني التشخيص، قياس الاستعداد، والتنبؤ، والإحلال. نعم، طيب، هنا في التشخيص، وهو نوع من الاختبارات يلجأ إلى المعلم لتحديد نقاط الضعف والقوة لدى المتعلمين في تعلم موضوع معين. نعم، إذن هنا
تشخيص، تشخيص معرفة ماذا؟ نقاط، نقاط الضعف القوة لدى المتعلمين. إذن المعلم يجب أن يعني ماذا يسعى لمعرفة كل معلميه من خلال ماذا الملاحظة، ومن خلال كذا وكذا، يعني يحاول أن يعرف كل يعني كل معلميه. نعم قليلا. طيب إذن ما الآن مثلا كل منا يسأل نفسه مثلا ما هي نقاط الضعف في تعلم يعني مثلا علم من العلوم، أو في نعم في موضوع من الموضوعات مثلا، ما هي نقاط الضعف عندي وما هي نقاط القوة عندي مثلا. فبدأ يكتب مثلا، يكتب نقاط الضعف عندي أنني كذا كذا لم أكن مركزا، وأنني لم أعرف كثيرا من مثلا المفردات، وأنني كذا وكذا. ونقاط القوة مثلا أنا هذه المعلومات خلاص عندي سابقة، يعني مثلا في تعلم سابق، وأنني أستطيع أن أربط بين كذا وكذا إلى آخره، حتى يكون يعني كل واحد منا يعرف يعني نقاط ضعف القوة. نعم هذا نسميه تشخيص. التشخيص باللغة الإنجليزية ما هي؟ من يعرف؟ تشخيص. دياغنوستيك. نعم دياغنوستيس. نعم مثل يعني سواء في الطب، في علم الطب كذلك يعني يستخدم هذه دياغنوسا. دياغنوسيس. نعم دياغنوسا. نعم دياغنوسا. ممكن أي واحد يسجل في دياغنوسا. Diagnosis. نعم. طيب إذا ليس فقط يعني شخص يعني يظهر أنه مثلا أنا يعني معروف بكذا، أنا كذا، أنا كذا، لكن لا يعرف ضعف. لا، التشخيص يعني من جانبين، جانب يعني الضعف وجانب القوة، ومن ثم ماذا معالج يعني كل واحد منهم. إذا كان أكثر يعني قوة فلا بد من يعني أيضا تحسين والمحافظة عليه، ونقاط الضعف المحاولة ماذا لإزالة هذا الضعف. نعم. ثم بعد ذلك قياس الاستعداد، وهو نوع من الاختبارات يلجأ إليه المعلم في بداية تدريس موضوع دراسي جديد أو بداية سنة دراسية، بهدف تعرف على قدرات المتعلمين وتحديد خبراتهم السابقة التي تؤهلهم للتعلم الجديد. نعم يعني مع اجتياز كل واحد يعني منكم مثلا، أو بكل طلاب يعني الفصل أو مستوى إلى أعلى إلى أعلى، خلاص أنه قياس استعدادهم للمقررات الجديدة يعني معروفة. طبعا مع معرفة يعني الأرقام ماذا نسميه قائمة الدرجات، قائمة كذا كذا إلى آخره. نعم. ثالثا التنبؤ. التنبؤ ويستخدم الاختبار تفصيلي أحيانا، يستخدم الاختبار تحصيلي أحيانا للتنبؤ بمدى نجاح المتعلم
في تعلم موضوع جديد. انت نابو يعني ماذا يتوقع في المستقبل بمدى نجاح المتعلم في تعلم جديد. ثم رابعا الإحلال. نعم الإحلال. طيب الإحلال بحاجة إلى نماذج، هنا إن شاء الله سنقرأ الإحلال. يستخدم الاختبار والتحصيل لتصنيف الطلبة إلى مجموعات حسب إمكاناتهم ومدى اكتسابهم للخبرات أو مدى تحقيقهم للأهداف. إذن تعيين مكان، تعيين مكان. الصوت ذهب الصوت سد. الصوت الصوت أستاذ رحمة. تجيبون سين تستاتي أستاذ رحمة. كيف أستاذ؟ نعود مرة أخرى، نعود نروح بعد الذهاب إلى الشبكة. الشبكة عندي تعود الآن يعني آسف. طيب إذا أين وصلنا؟ في الإحلال. إهلال ست الإحلال قلنا يعني فن تعيين مكان أو مكانة لطالب من الطلبة. يستخدم الاختبار التحصيلي لتصنيف الطلبة إلى مجموعات. يعني هناك مجموعات على ماذا؟ على حسب يعني من إمكاناتهم ومدى اكتسابهم للخبرات أو مدى تحقيقهم للأهداف. طبعا هناك يعني مجموعات، مجموعة ما شاء الله مثلا بارك الله في يعني في مثلا حصلوا على درجة الشرف الأولى مثلا 100، درجة 100 مجموعة من الطلبة يعني طلبة مثلا نقول مثلا 20%. نعم ثم بعد ذلك 20% أخرى أيضا عدناها، فمجموعات تقدير جيد جدا ومجموعة مقبول ومجموعة يعني مجموعة ممكن يعيد المعنى، لكن هذه قليلة. نعم إذن وهذا، ويمكن أن تأخذ اختبارات التحصيل
أحد الأشكال التالية. أولا اختبارات السرعة. اختبار السرعة يستخدم لقياس سرعة المتعلم على اكتساب خبرة أو مهارة ما. بعدين سرعة المتعلم على اكتساب. طبعا مثلا في مثل خبرة مثلا ماذا نسميه؟ الطلاقة في الكلام العربي مثلا، أو إذا كان في مهارة لعب كرة القدم مثلا، قدرته على تسجيل الهدف بطريقة معقدة مثلا وهكذا، لكنه سريع جدا، يتعلم سريع. وثانيا اختبارات القوة تستخدم لقياس قدرة المتعلم على إتقان تعلم خبرة أو مهارة ما. فهناك سرعة وهناك يعني قوة. وحسب تفسيري النتائج، فإن اختبارات تحصيل يمكن أن تصنف في أحد الفئتين التاليتين. اختبارات معيارية المرجع تشمل طائفة الاختبارات التي يتم تفسير نتائجها في ضوء مقارنة أداء الفرد بالنسبة لأداء المجموعة التي ينتمي إليها. ومثل هذه الاختبارات لا تقيس بالضبط مدى تحقيق واكتساب المتعلم لنتائج التعلم، لأن المقارنة تتم بين أداء الأفراد بصرف النظر عن مستوى درجاتهم على الاختبارات. يعني فقط يعني اكتساب نتائج التعلم، لكن بعيد عن مستوى درجاتهم على الاختبار. فهنا لا تقيس يعني بالضبط. ثم ثانيا اختبار محاكية المرجع. محاكية يعني مثل محاكية معيارية كذلك، يعني قياسية كذلك. والنموذج تشمل طائفة الاختبار التي يتم تفسير نتائجها في ضوء محك محدد سابقا، ويتم الحكم على أداء الفرد في ضوء وصوله إلى هذا المحك. وقد يكون المحك مستوى أدنى للعلامة المقبولة مثل 50%. نعم، هذا قياس، يعني هذا قياس هنا 50%، أو عدد معين من الأهداف أو المهارات التي يتوقع من المتعلم تحقيقها بصرف النظر عن أداء المجموعة التي ينتمي إليه. وفي ضوء مثل هذا الحال يستطيع المعلم الحكم على التعلم الفعلي للطلاب. نعم طلاب. يعني إذا كان في مجموعة عموما مثلا 80، جيد جدا، لكن هناك من على التعليم الفعلي للطلاب واحدا فواحدا، هناك من حصل على 100، على 99، وهكذا إلى آخره. طيب، بعد ذلك مفهوم الاختبار التحصيلي. assessment test. الاختبارات بمفهومه العام، هناك يعني الاختبار في مفهوم العام والاختبارات بمفهوم التربوي. نعم طيب، سنقوم ب نعم. طيب، فهو نعم ماذا نقول؟ أما الاختبار التحصيلي فهو عينة من الأسئلة أو المهام التعليمية المصاغة على نحو يمكن معه قياس مدى تحقق الأهداف المحددة مسبقا لمادة تعليمية معينة أو مهارة ما.
هذا نسميه الاختبار التحصيلي، يعني عينة من الأسئلة أو المهام التعليمية المصورة على نحو يمكن قياسه مدى. فبهذا المنظور فإنه يمكن النظر إلى اختبار التحصيل على أنه مجموعة من الأسئلة وضعت لقياس مدى تحقيق الأهداف التعليمية المحددة مسبقا لدى المتعلمين. هذه التحصيل، إذا سئلت ما مفهوم الاختبار التحصيلي؟ وتقع الاختبارات التحصيلية في عدة أشكال، لكل منها إيجابياتها وسلبياتها الخاصة به. هنا يأتي سؤال، هنا علامة للسؤال. أولا، فئة الاختبارات الإنشائية أو المقالية، يعني سنتعرف على الأسئلة الاختبارات. وتشمل هذه الفئة مجموعة الاختبارات التي تتطلب من المتعلم التزويد بإجابات معينة لأسئلتها، وتضم نوعين، هما الاختبارات محددة الإجابة، وتمثل الاختبارات التي تتطلب أسئلتها إجابات محددة أو إجابات قصيرة، كالأسئلة التي تتطلب تعريف المصطلحات، يعني إجابة قصيرة يعني في التعريف ليس تحليل، أو ذكر أسباب أو أماكن أو خطوات معينة. يعني نسميه الاختبارات محددة الإجابة. فالطالب لا يأتي من عند نفسه، لأنه محددة من تعريف يعني فلان من فلان، أو تعريف ما وصل إليه الكاتب مثلا. إذن الطالب لا يأتي من عند نفسه إلا في الرقم الثاني، الاختبارات غير محددة الإجابة. فتمثل الاختبارات التي تتطلب أسئلتها إجابات مفتوحة وغير محددة. ماذا مثلا سؤال، ماذا تعرف عن مثلا مفهوم الاختبار التحصيلي، ماذا تعرف أنت وماذا كذا. إذن بأسلوبك الخاص، ومن ثم فإذا كانت إجابتك يعني محيطة بالمطلوب، يعني تحصل على درجة نهائية كاملة. نعم، إذن هناك نوعان من الاختبارات، محددة الإجابة وغير محددة الإجابة. نعم، هذا لابد من الانتباه إليه، يعني انتباه، لأن المعلم عادة يعني يركز في هذين الأمرين. نعم، يعني معروف عندهم في الإجابة، محددة الإجابة وغير محددة، يعني حر، أنت حر أن تأتي بأسلوبك. طيب، فوائد الاختبارات المقالية: قياس القدرة العقلية العليا لدى المتعلمين، مثل قدرة التحليل والتركيب والتقويم التي يصعب قياسها من خلال استخدام أنواع أخرى من الاختبارات. قليلا، عفوا. طيب، هنا
فوائد الاختبارات يعني المقالية خلاص أخذنا. ثانيا، قياس قدرات المتعلم على التعبير أو الربط بين الأفكار وتنظيم المعلومات وتنمية المهارات الكتابية. نعم، إذا المعلم يعني بهذه الأسئلة يعرف مدى قدرات المتعلم على التعبير والربط بين الأفكار والتنظيم، نعم، والمهارات الكتابية كذلك، بحيث مثلا الإجابة ماذا نسميه، مسلسلة، أو نعم مسلسلة، يعني ليست يعني النقطة الأخيرة وضعت في البداية مثلا. نعم، وهكذا بالعكس. ثالثا، تساعد في الكشف عن قدرات المتعلم على تحليل الأفكار وتنظيمها وإعادة صياغتها وتركيبها، الأمر الذي ينمي لديه القدرة على التفكير الابتكاري وحل المشكلات كما تقدمت يعني. رابعا، لا تحتاج إلى وقت أو وجهد كبيرين من قبل المعلم في إعدادها وصياغتها. نعم، هذه مريح في أسئلة المقالية، لكن أسئلة مثل ما عملنا في أيام جائحة كورونا، على يعني بعض الأسئلة صعبة يعني، بحاجة إلى وقت. طيب، عيوب الأسئلة المقالية. بالرغم من أن الاختبارات المقالية تنطوي على بعض الفوائد، إلا أنها تشتمل على عدد من المساوئ تتلخص في ما يلي: عدد الأسئلة المتضمنة في الاختبار عادة ما يكون قليل، ما يكون قليل، ما يكون قليل. هل هذا صحيح؟ ما يكون قليل أو ما يكون قليلا؟ الاعتبارات عملية، الأمر الذي يعني عدم تمثيل هذا الاختبار لجميع جوانب المادة. كيف جوانب المادة؟ صعب يعني في الأسئلة، يؤلف كتاب بعدين. وهذا بالتالي يؤثر على صدق الاختبار، إذ يقيس أداء المتعلم على بعض جوانب المحتوى الدراسي وليس أداءه الكلي لهذا المحتوى. وقد يلعب عامل الصدفة دورا في درجات الأفراد، ولا سيما إذا جاءت الأسئلة من بعض أجزاء المحتوى التي توقعها المتعلمون. من توقع؟ توقع المتعلمون. ما هنا متعلمين؟ طيب، إذا قد يصيب مثلا توقع المتعلمين الأسئلة التي ستخرج مثلا. نعم، لكن هذه مشكلة بعدين، إذا الذي توقع لا يخرج وتوقع الأسئلة أخرى، هذه مشكلة. ثانيا، تلعب ذاتية المصحح وانطباعاته عن المتعلمين. هل عيوب يعني المصحي مثلا يصحي ثم، وخاصة إذا كان يعني ماذا ذكر اسم الطالب، لذلك يستحسن عدم معرفة اسم الطالب، لكن هذا كذا يزيد بعدين في اللجنة. طيب، فمن المعروف أن الانطباع المسبق لدى المصحي عن الطالب ربما يشكل عاملا للتساهل أو التشدد أثناء عملية التصحيح. لا، عمل تساهل وتشدد، لا، لابد. نحن ديننا ماذا؟ ديننا ماذا يا أخوة؟ التوسط، الوسطية، الوسطية. وهذا ما يسمى بأثر الهالة،
يعني نعم، كما أن طريقة تنظيم الإجابات وجود وجودة وجمال الخط ونظافة الورقة التي يقدمها الطالب ربما يشكل عاملا آخر يؤثر في النتائج، وهذا ما يسمى بأثر الهالة التلازمي. وقد تختلف العلامات التي تعطى للسؤال واحد في حالة تصحيح من قبل أكثر من مصحح واحد. نعم، إذا كان مصححان هذه أيضا يعني طبعا ليس هناك موضوعية في كل واحد، لكن في مثل هذا يوجد ماذا قال؟ جودة وجمال الخط ونظافة ورقة. طيب في سؤال عندي، هل أنتم توافقون أم لا؟ هل أعطي زيادة لطالب خطه جميل أو لا أعطي؟ لا 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 أستاذ، لا أستاذ، لماذا لا؟ وهو يكتب إجابة أستاذ، جميلًا، ولا من له خط قبيح الورقة أسف يعني. يعني بيضاء والورقة ليست متسخة، وهناك من واحد يعني كتاباته يعني ماذا تؤلم الناظرين، تؤلم العيون. نعم شاهد في مضمون إجابة أستاذ، هذا من العيوب سر. صحيح، نعم مضمون الإجابة، لكنه يعني لا يأتي بجمال، والدين يحب الجمال، الله جميل يحب الجمال، كيف نؤدي سواء؟ إذا كيف تحكمون؟ كيف تحكمون أنتم؟ يمكن الوسط سر، في هذا المجال أظن لا أوافق سر، ما كان في الدين هذا جمال جميل يحب الجمال، نعم يعني وفي هذه النقطة أنا لا أوافق. بهذه النقطة هذا ممكن ممكن خطك ليس جميلا، صح؟ صحيح نعم سر، نعم، هذا يرجع كذلك إلى ذاتية المتعلم، ذاتية كذا. فأنا عندي تجارب في مثل هذا، عندما كنت في الكلية في معهد العلوم مثلا، ليس كل المدرسين يؤتي كذا، يعني مدرس مادة دينية ليس مادة خط يعني، وفي ملحوظة يعطى أو تؤتى درجة إضافية للخط الجميل 5 درجات. نعم، هل نعمل هذا بالنسبة لكم؟ لا لا، لماذا تخافون؟ لا زيادة لا بس، أما زيادة لا بس. زيادة لا بأس، ناقص يعني، نعتبر زيادة، لكن لا ننقص يعني درجات الخط، يعني ليست جيد خلاص يعني. المهم حاول في الإجابة وفي كذا، يعني مرتب وخط جميل، ليس يعني يعني مثلا السطر كذا يميل إلى أعلى ثم يميل إلى ثاني، والخط يعني ماذا يؤلم عيون المشاهدين. طيب الأمر واضح. طيب ثالثا، عدد الأوراق المطلوب تصحيحها والأسئلة المتضمنة فيها يؤثر أيضا في النتائج، فزيادة عدد الأوراق ربما يعمل على اختلاف العلامات المعطاة. الأوراق الأولى أنها في الأوراق التي يتم تصحيحها لاحقا، وذلك بسبب التعب والملل الذي يلحق بالمصحح. نعم، المعلم إذا صح وتعب يعني ينتهي أولا، ينهي يتوقف، ثم يعني يأخذ الراحة، قسطا من الراحة، بعد ذلك يعود مرة ثانية يصحح يعني حتى لا يخطئ في الدرجات. رابعا، قد تزيد من مستويات القلق لدى المتعلم، ولا سيما إذا كانت الأسئلة غير واضحة أو يكتنفها نوعا من الغموض.
يعني يتضمن يستعمل يستعمل على نوع من الغموض، أو في حالة كون الزمن اللازم الإجابة عليه غير كاف. مثلا أسئلة كثيرة والوقت لإنجاز للإجابة قليل، هذا لابد كذلك يعني يراعي المتعلم، لكن هذا من عيوب من عيوب. وخامسا اختلاف معايير التقويم للإجابات، ولا سيما في حالة الاختبارات التي تتيح للطالب اختبار بعض الأسئلة للإجابة عليها دون غيرها. طيب هذه عيوب الأسئلة المقالية خمسة، 1 2 3 4 5. والآن سنصل إلى مبادئ، كم نحن وصلنا؟ سأقرأ صفحة أيضا بعد ذلك مشاركة، سأقرأ صفحة أخرى. مبادئ عامة لتحسين الاختبارات المقالية: يجب أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة بحيث يسهل على المتعلم معرفة المطلوب فيها. نعم، قد يكون يعني فهم، لأن فهم السؤال نصف الإجابة. ثانيا، تجنب قدر الإمكان الإكثار من الأسئلة المفتوحة التي تتطلب الإجابات السابرة، يعني الإجابة الكثيرة جدا الحرة مثلا. إذن أسئلة مثل هذا يعني محدد أحسن. تجنب استخدام الأسئلة الاختيارية، لكن نحن الآن في اختياريات. رابعا، نعم، أسئلة اختيارية كثيرة نحن وموجودة الإجابة موجودة، إذن كيف نقيس يعني يعني ماذا؟ الكتاب جاء بأسئلة الاختيارية كثيرة يا أستاذ. نعم الكتاب جاء بالأسئلة الاختيارية كثيرة. نعم الكتاب صحيح، نعم بكذا، نعم، لكن هنا في بعض الأسئلة، نعم في الأسئلة الأخيرة مثلا، لا في مثلا ما المقصود بتفخير البكار الجماعي، هذا لا يأتي، يعني أربع أسئلة يأتي بهذا، هذا جميل يعني. مثلا يمتاز تفكير الناقد بعدد من الخصائص، وضح ذلك، هذه كذا جميل، لكن معظمه أسئلة يعني اختيارية. طيب بعد ذلك، ضرورة وضع إجابات نموذجية لكل سؤال واعتماد هذه الإجابة في تصحيح كافة الأوراق. نعم لكل سؤال ضرورة وضع إجابات نموذجية، نعم هذا لا بأس، جميل. خامسا، تصحيح نفس السؤال في جميع الأوراق في الجلسة الواحدة، هذا مهم، لكنه قد ماذا قد لا يتسنى، قد لا يتبع مثل هذا في كل معلم ممكن كل ورقة للطالب واحد يعني ينجزها بسرعة كذا، ثم واحد آخر ثم واحد. ما الصحيح هنا، انظر، تصحيح نفس السؤال في جميع الأوراق في الجلسة الواحدة. إذا طالب فلان يصحي السؤال الأول يعني الإجابة الأولى كذا، ثم طالب آخر سؤال أول ثم كذا، نعم هذا يكون عدلا أكثر من بقية يعني يعني من تصحيح فرد يعني هكذا مباشرة، لأنه المعلم لا يستطيع أن يقارن بين إجابة يعني طالب فلان وبين الآخرين. طيب سادسا، عدم النظر إلى اسم الطالب. اسم الطالب
أو إخفاؤه عند تصحيح ورقة الاختبار. نعم نعم إذا المعلم ينظر إلى ورقة فلان من القرآن قد يكون ماذا نسميه، يميل انتباهه تجاه هذا الطالب مثلا. صحيح نعم انتبه له، يعرف كذا فلان لم نسمع اسمه ولا كذا ولا. نعم بعدين يعني مشكلة هذه، إذا يعني صحيح عدم النظر إلى اسم الطالب. إذا نأتي برقم نعم بالرقم، لكن المشكلة كذلك المعلم قد يذهب إلى رقم، إذا كان مثلا هذا الرقم لماذا حصل على درجة الدانية جدا، الدانية جدا يعني قليلة جدا، وإذا ما تمت يعني ماذا إضافته أو جبره الأكثر، ربما يعني سيفشل أو لا ينجح مثلا. إذا يضطر كذلك إلى يعني هناك معايير كذلك، معايير ومقاييس لوضع درجات طالب يعني. طيب ثانيا، هذا أولا في أعماله فئة اختبارات الاختبارات الإنشائية أو المقالية، والآن فئة الاختبارات الموضوعية، وتشمل هذه الفئة الاختيارية التي تتطلب من المتعلم التعرف على إجابات معينة لأسئلته، وتسمى بالاختبارات الموضوعية لأن إجاباتها لا تتأثر بذاتية المصحح. وتقع هذه الاختبارات في عدة أشكال، وهي هناك الاختيار من متعدد، ثم الاختيار من بديلين، ثم اختبارات التكميل. اختبار التكميل، لكن هنا ماذا اختيار وهنا اختبارات تكميل؟ هذا اختيار أو اختبار يا جماعة؟ اختيار اختبارات التكميل. لا، لماذا الاختيار من متعدد والاختيار من بديلين؟ يعني الإجابة باختيار، وهنا اختبار التكميل واختبار المزاوجة والمطابقة. نعم عندنا أربعة، طيب الآن بقي علينا قرابة 20، فنريد أن نجد مشاركة منكم، فنبدأ هردي سب. نبدأ نريد أربعة طلاب. هردي سب. هردي سب. هردي سب. جنوار أنا أريد مساعدة الرئيس، أريد مساعدة الرئيس. سوبريانتو سان. صادق. أول من يتكلم إيفان، أسامة هيردي سان. أسامة. ثم جنوار. ثم سوبريانتو. ثم جنوار. ما فرحان. الذي لم يقدم مشاركة قد. الذي لم يقدم مشاركة. أخيار شهيد. محمد أخيار شهيد شهيد لذلك محمد أخيار فارس شهيد. الثاني سوبريانتو. سوبريانتو نعم سيد. سوبريانتو يشارك كثيرا سيد. يشارك كثيرا إذا خلاص. نعم سيد. جنوار جنوار كذلك. سهرمين شهيد شهيد. لا، اثنين هذا نبدل بمن؟ سوبريانتو نبدل بمن؟ صديق الرئيس. رئيس أنا أريد الرئيس. أين الرئيس؟ ساعدني. مجاهدين إخوان أين سأفرق من الرئيس؟ من؟ توفيق الرحمات هدايات يعني بعد أسامة توفيق. نعم توفيق
Taufik Rahman. Suma khairul mutaqin. Alladhi qala Muhammad akhyar sahih? Sahih. Sahih dan arba'a muttaqin. Man Muhammad muttaqin? Khairul muttaqin. Khairu al-muttaqin. طيب أظن أربعة هذه كافية. طيب تفضل يا أسامة. نعم زاد. الأول الاختيار من متعدد. يتألف السؤال في هذا النوع من الاختيارات. قليلا قليلا. ما صوتك فيه إزعاج. كيف واضح؟ نعم خلاص نعم واضح. الاختيار من متعدد يتألف السؤال في هذا النوع من الاختبارات من جملة ناقصة أو جملة استفهامية. تعد لا لا بعد تعد قدرة قدرة على قياس قدرات عقلية عليا مثل الفهم والنقد والتخليل والتركيب. ثانيا تقلل من فرصة تخمين الإجابة الصحيحة بحيث تقل هذه الفرصة بزيارة عدد البدائل للسؤال. سهلة التصحيح وعدم تأثر نتائجها بذاتية المحقق. نعم نعم فوزي. يوجد صوت من فوزي. نعم تفضل. رابعا يمكن استخدام أجهزة ووسائل خاصة لتصحيحها وتفسير نتائجها. خامسا مناسبة للأفراد الذين يعانون صعوبات في المهارات الكتابية أو التعبير. سادسا إمكانية وضع عدد كبير من الأسئلة الأمر الذي يزيد من قدرتها على تمثيل جميع أجزاء المحتوى الدراسي وهذا ما يزيد من سلكها وثباتها. طيب اقرأ حتى هلا عيوب أسئلة الاختبار. عيوب أسئلة الاختيار من متعدد. أولا تشغل حيز كبير نظرا لكثرة عدد أسئلتها. ثانيا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين في إعدادها. ثالثا تتطلب دقة ومهارة في صياغة فقرات واختيار البدائل ومموهات. رابعا قد يلعب عامل الصدفة أو التخمين دورا في معرفة الإجابات الصحيحة. خامسا سهولة الجيش. سادسا مكلفة مادية. مكلفة مادية يعني كتابة يعني مثلا صفحات كثيرة إذا تبئت مثلا إذا أرسلت صفحات كثيرة. طيب شكرا يا أخ الأسامة بارك الله فيك. طيب بعد ذلك يا توفيق رحمن. نعم اقرأ الاختيار من بديلين. الاختيار من بديلين وتسمى بأسئلة الصواب والخطأ أو نعم أو لا.
وتتألف من مجموعة من الفقرات أو العبارات بعضها صحيح وبعضها الآخر خطأ، ويتعين على المتعلم تحديد ما إذا كانت العبارة صحيحة أو خاطئة، وتمتاز بعدد من المزايا تتمثل في الأول قدرتها الكبيرة على تفتيت محتوى المادة، والثاني سهولة كتابتها إذ تتطلب من المعلم إعادة صياغة لا تتطلب إذ تتطلب من المعلم إعادة صياغة إعادة نعم إعادة إعادة صياغة بعض العبارات أو بعضي الفقرات بعضي بعضي بعض العبارات أو الفقرات، والثالث مناسبة للمتعلم مين مناسبة مناسبة للمتعلمين في المراحل الدنيا، والرابع سهولة تحليل نتائجها إحصائيا، والخامس غير مكلفة ولا غير مكلفة غير مكلفة ولا ولا تشغل ولا تشغل حيزا كبيرا ولا تشغل حيزا كبيرا كما هو الحال نعم هذا في عفوا في عيوب أسئلة اختبار من متعدد هذا تشغل حيزا كبيرا هذا خطأ تشغل حيزا كبيرا ليس تشغل حيز كبير نعم ولا تشغل حيزا كبيرا كما هو الحال في أسئلة الاختيار من متعدد، والسادس لا تصلح لقياس قدرات عقلية لقياس قدرات هكذا لقياس ليس سين قدرات نعم عقلية عليا عليا نعم عليا، وإنما تقتصر على بعض الحقائق والمبادئ وأنماط أخرى من المعرفة الصريحة، والسابع التخمين فيها عال حيث أن احتمالية معرفة الإجابة الصحيحة للفقرة الواحدة بالصدفة يساوي 50%، وهذا يؤثر سلبا في دقة سلبا سلبا وهذا يؤثر سلبا في دقة نتائجها، والثامن تشجع على الغش شوف هنا تستشعر على الغش وهناك سهولة الغش هذه تشجع على الغش طيب تاسعا تاسعا تشجع على الحفظ والاستظهار، وخاصة عندما يكشف الطلاب أن يكتشف الطلاب أن الاختبار مؤلف من جمل مأخوذة حرفيا من الكتاب. من الكتاب هذا الاختيار من بديلين خطأ أو صحيح هذا سهل لكن في مستويات يعني غير الجامعية نعم طيب شكرا شكرا يا محمد توفيق طيب نعم بعد ذلك يا محمد أخيار نعم يا أستاذ نعم تفضل أين صوتك؟ موجود يا أستاذ تفضل اختبارات التكميل لا ليس اختبارات التكميل اختبارات التكميل اختبارات التكميل وتسمى باختبارات إملاء الفراغ وتتألف من عدد من العبارات
awil jumal an-naqisah allati tatatallabu minal muta'allim itmamiha bimil il farad. Lima kasarta, limadha kasarta itmami minal muta'allim itmamuha bimil il farogi bikalimat. Limadha itmu itmamu aina al-fa'il, hal huwa fa'il? Tatatallabu minal muta'allimi itmamaha. Tatatallabu minal muta'allim itmamaha bimil il farogi bikalimatin au jumlatin qasiratin liusbiha laha ma'na muhaddadin wa ya'uddu hadha naw minal ikhtibarat minal ikhtibarati halaqatil was halaqatil. Lima kasar? Anda tuhibbul kasar. Wa ya'uddu hadha naw min al-ikhtibarat halaqatul wasli bainal asli. La la, limadha? Limadha tu? Yu'addu. Yu'addu hadha naw min al-ikhtibarat halaqatul wasli. Wa yu'addu hadha an-naw' min al-ikhtibarati halaqat al-wasli bainal as'ilati al-maqaliyati wal as'ilati al-mawdu'iyati li'annaha tatatallabu min al-muta'allim siyagatan ijabatan ma. La la, laysa hakadha. Siyagatan ijabatan ma. Siyagata ijabatan ma. Mudhaf mudhaf ilayhi. Li'annaha tatatallabu min al-muta'allimi siyagata ijabatan ma. fi hini anna nataijaha la tata'atharu bidhatiyatil musahhah musahhi. La laysa musahhah, musahhi. La tata'atharu bidhatiyati al musahhi wa tamtazu hadhihi al as'ilatu bil mazaya ataliyah. Al awal tuqallilu min furusit takhmini au ma'rifatil ijabati as-sahihah bis-sadafah. Athani suhulatu kitabatiha wa imkaniyati taftitiha li ajza'i wa imkaniyatu ahsan imkaniyatu suhulatu kitabatiha wa imkaniyatu taghtiyatiha wa imkaniyatu taktiyatiha li ajza'in kabiratin minal muhtawa ad-dirasi. Athalis suhulatu tashihiha wa la tata'atharu kathiran bidhatiyatil musahhi. Rabi' taqtasiru ala qiyasi kudratin aqliyatin dunya wa hiya al-ma'rifatu awil fahm faqat. Al-khamis amma uyubu hadha laysa amma thumma raqam. Hadha khata', yani bidun ar-raqam, yani uyub. Amma uyub yani bidun ar-raqam wa badalika yabda' min 6 hadha 1 2 3. Hadha tarqim khata'. Hadha tarhim tilqa'i yani. Amma uyubu as'ilati takmili fahiya ala nahwi atali. As-sadis bumuduha wa khosatan idha kanatil ibaratu goyru musogotin ala nahwi wadih. As-sabi' ta'khudu waqtan minal muta'allim haythu tatatallabu minhu qara'taha wa hiya naqisatun thumma ba'da an yamla'a al-farag thumma i'adatu qira'atiha maratan thalithatan lita'akkudi min ma'naha. Al-thamin ihtimaliyatun an yakuna laha akthar min ijabatin wala siyama fi halati adami siyagotiha ala nahwi muhaddadin wa daqiqin.
الرابع اختبارة المزاوجة أو المطابقة، وتسمى باختبارة وتسمى باختبارة وصل. وتسمى باختبارات الربط لأنها تتطلب بيان العلاقة القائمة بين البنود التي تحتوي عليها قائمتان من العبارات أو المفردات، وذلك بوضع الرقم أو الرمز المناسب في القائمة الأولى مقابل الإجابة الصحيحة في الإجابة الثانية، أو التوفيق فيما بينهما من خلال التوصيل بخط. ولها عدد من الخصائص كما يلي: الأول، تقلل من فرص التخمين. الثاني، توفر الجهد على المعلم كونها لا تتطلب توفير بدائل للفكرة الواحدة كما هو الحال في أسئلة الاختيار من متعدد. الثالث، عدم تأثير النتائج بذاتية المصحح. الرابع، لا تقيس قدرات عقلية عليا. الخامس، صعوبة إيجاد قوائم متجانسة في بعض المواضيع. السادس، إهمال الطالب لبعض الفقرات فقرات فقرات فقرة فقرات إهمال الطالب لبعض الفقرات أو العبارات في حالة كون عددها في القائمة الثانية أكثر منها في القائمة الأولى. طيب، شكرا يا أخي أرعان، خير المتقين. بارك الله فيك يا خير محمد أحيان، خير المتقين. خطوات بناء الاختبار التحصيلي. خطوات بناء الاختبار التحصيلي. هناك عدد من الإجراءات يجب مراعاتها عند إعداد اختبار تحصيلي جيد، تتمثل في: الأول، تحديد الفرد من الاختبار، وهي نواتج تعليمية المراد قياسها لدى المتعلم. الثاني، تحديد الخبرات والمواد والمستويات العقلية للأهداف التي سيشملها الاختبار، ويتم ذلك من خلال إعداد لائحة المواصفات من خلال لائحة المواصفات table of specification التي سيتم الحديث عنها لاحقا. الثالث، تحديد شكل الفقرات المناسبة، كأن تكون مقالية أو موضوعية. الرابع، إخراج الاختبار بصورته الأولية وصياغة التعليمات الخاصة بها، ووضع الإجابات النموذجية لفقراته. الخامس، تطبيق الاختبار على عينة عشوائية مماثلة للفئة التي سيطبق عليها الاختبار سيطبق عليها الاختبار سيطبق عليها الاختبار والإجراء التحليلات المناسبة للحكم على مدة ملائمة الاختبار
kakullin au mudda munas mada 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 au mada munasabatin faqarat muna munasabati faqaratihi munasabati faqaratihi as-sadis ta'dilul ikhtibari fi daw'in nataij at-tahlili wa ikhrajihi bi suratihi an-nihaiyah la'ihatul muwasafat ya jadwal zu ba'dain la bi'id la la ma la kulna kathiran hadha khalas yani zu تعرف dimension 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 بمعنى dimension بعدين نعم بعدين ذو بعدين هي جدول ذو بعدين يشير البعد الأول إلى مستويات الأهداف مثل معرفية فهم تحليل ونقاط في حين يمثل البعد الثاني وحدات يمثل البعد الثاني وحدات أو محتوى المادة الدراسية فمن خلال هذه اللائحة يستطيع المعلم تحليل محتوى المادة الدراسية إلى عنوانين فرعية إذا خطأ هذا إذا عناوين أظن إلى عناوين فرعية إلى عناوين فرعية وتحديد مستويات الأهداف العقلية المقابلة لكل جزء من المحتوى وأهميته النسبية الأمر الذي يمكنه بالتالي من اختيار فقرات اختبار ممثلة لمحتوى المادة الدراسية وللأهداف من المستويات العقلية المختلفة. طيب من اختيار فقرات اختبار ممثلة لمحتوى المادة الدراسية وللأهداف من المستويات العقلية المتعددة. أناستاسي سنة 1998 إلى هنا يا خير المتقين إن شاء الله غدا واصل نعم الدرس إن شاء الله ونختتم بهذا يعني الفصل إن شاء الله تعالى فشكرا لكم جميعا للمشاركة ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله فيك